فطر عنا. هو الحقيقة يعني نسمع وراء الباب صوت مال مسدس، يعني ظاهر انه تدري هو حذر يعني منبه، لا لا اي واحد يجي. نرجع للحياة الحزبية. نعم. حضرتك ملتقي بالرئيس صدام حسين قبل 17 تموز؟ نعم. لو بعد 17 تموز؟ لا قبلها. شو وقت؟ قبلها بال 67. 67 زرناه بيته اني والمرحوم حاشم نجان صدياد. حاشم نجان صدياد يعني ابن اخو عياد صدياد. نعم. ابوه لا زال كان بسوريا، ابو نجان صدياد ما اجى للعراق، بس توفى حتما ما بقى لحد الان. هو واخوه زعيم اسمه اخوه صار ضابط الشرطه بس توفى مبكرا زين بمرض خبيث. فهو له علاقه بالصدياد لان من راح لسوريا شو نقول مر عليهم والتقى بعياد صدياد كان يدرس قانون مصر، فبدت العلاقه. وزرتوا للبيت شنو المناسبه؟ زر مناسبه السلام فقط. ما كنت تعرفه قبل لو تعرفه؟ لا لا يعني اعرفه لكن ما ملتقي وياه. قال سامع بي قبل؟ اي طبعا. يعني شلون كان اللقاء؟ شلون قريت شخصيته بذاك الوقت؟ هو شخص حقيقه بذاك اليوم كان يقرا عند امتحان بالقانون، كان يداوم قانون 67 بالضبط؟ اي فكان يعني يداوم فكان يقرا وكذا. فطلع عنه هو الحقيقه يعني نسمع وراء الباب صوت مال مسدس، يعني ظاهر انه تدري هو حذر يعني منبه، لا لا اي واحد يجي. فطبينا وقعدنا وقدمونا قهوة. يعني كان صاحب أقسام؟ لا هو طبعا هو حذر، قلت لك يعني لأنه من وراء الباب من ندق الباب كذا هو تحضر يعني. ففتحنا الباب وسلمنا عليه وطبينا قعدنا عنده شوية. بذيك اللحظة كنت تتوقع يصير صدام حسين يقود العراق اللي كذا له؟ لا لا ما كنت. لا لا ما كنا حقيقة، لأنه يعني يا يعني هو أنت لو ترجع للبداية أنا كنا صرنا بعثين، ما صرنا لأنه قرأنا كتب ومبادئ وأشياء، وإنما شفنا البعثين السابقين كانوا شباب متحمس مندفع عنده مبادئ عنده أخلاق عندهم شيء يتميزون بالشجاعة، فأكثرنا إحنا تأثرنا بهم من هالجانب هذا. فكنا ما نميز بين واحد وآخر، كنا نصور أنه كل بعثي هو مؤهل. يعني هو ما عنده ميزات خاصة؟ ما تعرفنا عليه خلال هذا اللقاء. ما يعني ما قريت بشخصيته ميزات؟ لا خلال هذا اللقاء ذيك اللحظه لا ما عرفنا عنه شيء، بس كان انه هو يعني اسمه بالحزب لامع، يعني حال البعثين الاخرين اللي كانوا يتبوون مراكز متقدمه بالسبعينات. انتم كنتوا بالحزب منتصف السبعينات 75 76 77 الى 78. نعم. من صارت القياده ثنائيه يذكر اسم البكر وصدام. نعم. اشر عندكم شيء هذا؟ هو الحقيقه يعني تبين انه انت ما تجيب طاري الاب القائد الا لازم ونائبه. وبدات ايضا الصورتين يجب ان ترفع، صوره البكر وصوره هاي طبيعيه عندكم لو اشرتوا شيء؟ لا هي بالبدايه طبيعيه، لكن بعدين يعني صار راسيا. من صار راسيا على سبيل المثال كان اكو دكتور لاجئ عبد الكريم كراسنا اردني، طبيب اردني كراسنا، فهذا من شاف الوضعية بهالشكل هذا يعني بال76 أو بال77 ترك العراق وراح للأردن، ضحى أنه ينسجن سنة ويترك الأمور ويقعد يبطل من كل. ليش؟ لأنه شاف أنه بدأ يقراها أنه الأمور بدأت تتغير وتختلف. كنت متوقعين أنه راح يزاح يروح البكر يزاح يقال يستقيل؟ لا احنا كنا متوقعين أنه طبعا سنة الحياة أنه يعني يوصل إلى حد أنه هو مثلا يكبر أو يموت أو يعني سنة الحياة، بس ما كنا وحتى البيان اللي أعلنوه أنه تبادل القيادة كان على أساس أنه بدرجة ناجحة بأسلوب مهني متميز كذا. كان مقنع؟ لا طبعا كنا مقنع. ها؟ كان مقنع للجهاز الحزبي مقنع، يعني ما كنا نتصور انه نوصل الى الحد هذا انه يصير مشكله حول القياده. ما كنت اتوقع؟ ما كنا نتوقع انه يصير بهالشكل هذا. مع اقاله البكر ومجيء الرئيس صدام صارت 79. نعم. وانت كنت حاضر بالقاعه. نعم. شنو كان مستواك الحزبي قاعه الخلد؟ عضو شعبه بقياده شعبه الدفاع، وكنا حوالي سته
وكان من ضمنهم اللواء بكر وهيب مدير الهندسة الآلية الكهربائية والهزاع الهزاع فيز الهزاع كان قائد الفرقة العاشرة بالتاجي يعني أعضاء الشعبة، وكان أمسر الشعبة اللواء عبد الكريم الهنداوي عبد الرحمن الهنداوي مدير إدارة الضباط. فمن ضمن الناس اللي أخذوهم هو عبد الرحمن الهنداوي. أخذوه في الحقيقة صار إحنا عندنا شك يعني كان بمقدورة أنه يقول أعضاء قيادة الشعبة وياي، لأن نشوف ناس عليهم يعني ناس موثوقين وعليهم يعني العمل. يعني ذاعوا اسمه بالقاعة. إي ذاعوا صحة وطلعوه من القاعة، لأنه اللي يصحون اسمه راسه يطلعوه، يستلموه جماعة المخابرات ويطلعوه خارج القاعة. فمن طلع صاحة واسمه إحنا صار عندنا شك، لأنه قلنا صعب بمقدورة أنه يقول أعضاء الشعبة وياي، لا شاهد ولا مدعي ولا كذا. وأكو ناس آخرين يعني كنا شو نقول يعني نثق بيهم ونعرفهم وكذا وهذه، ومع هذا همات. شنو ردة الفعل عليك على المستوى الشخصي؟ خليك من الآخرين بس أنت على المستوى الشخصي شنو شلون يعني تعاملت مع من جهة أنه أنا واثق من نفسي، أنه دائما يعني أرددها أنه صيغة المؤامرة، أقول ما في يوم واحد إجا أجنبي أو عربي أو عراقي إجا وفاتحني على مؤامرة أو خيانة، يعني واثق من نفسي نهائيا أنه هذا. ولكن أنه ما أشوفه عمليا خلى عندنا عملية شك وإحباط. شك بيش؟ شك أنه أنت متوقع أنه يطلع اسمك بعد قليل ويصيحوك وتطلع يطلعوك بذيك اللحظة. نعم. وأنت بقاعة الخلد قاعد. نعم. كنت متيقن ماكو مؤامرة؟ لو عندك شك أكو مؤامرة؟ لا صار عندي حقيقة يعني لا صار عندي بالبداية يقين أنه أكو مؤامرة. بالبداية يقين أنه ما معقول يعني أنه هيك هالعدد هذا وكذا هذا، لكن ورا ما طلعنا ورا ما شوية تبينت توضحت الأحداث بدينا نفهم أنه تأليف وتلحين. هاي تأليف وتلحين؟ يعني هي فعلا هي كانت تأليف، لأنه اختاروا العناصر اللي تكون شلون نقول يعني معارضة كانت، علما أنه معظم اللي أخذوهم كانوا من المقربين صدام حسين، سواء عدنا الحمداني أو وزير التعليم العالي اللي كان مدير مكتبه غانم عبد الجليل، غانم عبد الجليل وغيره كانوا مقربين إليه. ومع هذا زين الآن شو تفسرها الآن بعد مضي كذا سنة عليها ما يقرب 40 سنة؟ أفسرها أنه كان أكو يعني صدام حسين كان عنده عنصر الشك والمؤامرة، كل شيء أنه عليه المؤامرة، وكان الظاهر أنه عنده شك بكل الآخرين اللي حوله. بس هاي؟ هذا اللي يعني اللي كنا نصور. سوت لغط بياناتكم لو تخافون؟ لا طبعا هي نخاف، ولكن بيناتنا من يكون اكو شخص تثق به تدردش وتبشبش وياه، لكن انه مو هو كل واحد. لا طبعا يعني صارت اكو بشبشه. لا طبعا يعني هي صارت يعني انه هي يعني